وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل آل علي. دكتور، بعد قرار ترامب تعيين مايك بومبيو خلفا لريكس تيلرسون كوزير للخارجية في الولايات المتحدة، كيف يربك ذلك حسابات نظام الولي الفقيه من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى محمد وعلى حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أهلا بكم في تلفزيون دولة البحرين، وأشكر لكم على التواصل. بحقيقة أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حينما يأتي برجال يقومون بتنفيذ سياسته التي نواها في سواء في الداخلية أو في الخارج، وبالخصوص في خارج الولايات المتحدة الأمريكية، يريدون أن يكونوا متطابقين حتى يكون العمل واضحا ومتفقا عليه سلفا. نعم. رأينا قبل فترة أن هناك نوع من التشويش في وزارة الخارجية في مسألة اتخاذ القرارات التي يتبناها الرئيس ترامب، ورأينا في التعيين الجديد لما لهذا الشخص أنه في الرؤية بالنسبة للعمل تجاه إيران. معلوم أن الجمهورية الإيرانية كان لها مواقف الحق متشنجة هذه العالم، وبخاصة الشرق الأوسط، والحقيقة العودة كامل مسيرة النمو والاستقرار في هذه المنطقة. ورأينا أن الملف النووي الإيراني أصعد أمريكا جاهدة منذ بدأ الحق التركيز على هذا التوجه الإيراني بأن تسعى إلى تمتلك السلاح النووي في هذه المنطقة ويكون لها جدتها فيه. سيكون هناك فتح باب سباق التسلح، ومعلوم أن المملكة العربية السعودية ودول غيرها قادرة ماليا واقتصاديا، وقادرة كذلك استراتيجيا على صنع القنبلة أو الاحتواء أو كذلك إيجاد برنامج نووي في منطقتها، ولكن للحق اتفاقا لما عليه الدول من أن يكون سباق التسلح في هذا المجال محكوم بالاتفاقات الدولية. ورأينا خروج إيران عن هذا النسق جعلها في موقف حرج، ورأينا هذا التشنج سواء كان من داخل إيران أو خارجها. رأينا أن هناك نشرا من أسلحة الأساسية في سواء في اليمن أو في لبنان أو في غيرها. طيب دكتور، باعتقادك هل يعني تعيين مايك بومبيو خلفا لتيلرسون سيغير من تعامل الولايات المتحدة مع إيران أو تغيير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه النظام الإيراني؟ وهذا الحق ما يظهر أن رئيس ترامب هو الحق الجاد في موقفه تجاه إيران وتجاه ملفها النووي، والحق هذا الذي يجب أن يكون، لأن الحق في مثل هذا التوجه لوزارة رئاسة البيت الأبيض الأمريكي ووزارة خارجيته أن يكون الحق هناك تطابق في هذا الجانب. الحق لو فتح مثل هذا الأمر لأصبحت ولاية الفقيه في أقوى وقت لها، لأن الحق تتمنى وتسعى جاهدة لأن يكون لها موقف قوي في مسألة الملف النووي الإيراني. ولا يعني أنها أخذت القوة والسلطة، لأنها الحق ستحاصرها العالم ولن يقبلوا بمثل وجود هذا الأمر، وإنما هي استنزاف للمدخرات الإيرانيين. ورأينا استشعار الشعب الإيراني في هذا الاستنزاف الضخم في كونها بددت الجهود، بددت الأموال الإيرانية على مناطق خارج إيران. إذن من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل آل علي، شكرا جزيلا لك.